بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام مع الآيات في قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ثم قال جل وعلا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. المنافق هو الذي يظهر الخير ويبطن الشر، وينقسم النفاق إلى نفاق أكبر وهو في حق من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا نفاق أكبر والعياذ بالله، وإلى نفاق أصغر وهو أن يكون مؤمنا بالله عز وجل وبرسوله مسلما مؤمنا، لكن تحصل منه بعض خصال المنافقين، فهذا نفاق أصغر. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالمؤمن إذا اتصف بصفة من صفات المنافقين كانت عنده خصلة من النفاق فيكون منافقا النفاق الأصغر، وربما يتعاظم فيجره إلى النفاق الأكبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. نسأل الله العافية. فالنفاق شر كله، أصغره وأكبره. ولهذا قال جل وعلا: بشر المنافقين. بشرهم يعني أخبرهم بخبر يظهر أثره على بشرتهم وجلودهم من الخيبة والخسارة. بشر المنافقين أي أخبرهم بخبر يظهر أثره السيء على بشرتهم، أو هو من باب السخرية بهم، فإن الشر لا يبشر به، ولكن هذا من باب السخرية بهم والعياذ بالله. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، عذابا أليما يعني موجعا مؤلما، لا يعلم ألمه وشدته إلا الله، كما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. بأن لهم عذابا أليما، ثم بين من هم المنافقون، فقال سبحانه وتعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه من خصالهم القبيحة، أنهم يودون الكفار ويبغضون المسلمين مع أنهم يتظاهرون بالإسلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله في أول البقرة في شأن المنافقين ووعيدهم وذمهم. وهنا يقول: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الواجب على المؤمن الحق أن يوالي أولياء الله
وأن يعادي أعداء الله. والولاء والبراء أصل من أصول الدين، وهو أوثق عرى الإيمان، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالمؤمن يحب ما يحبه الله ومن يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. هذا هو الولاء والبراء، فيحب الله ويحب رسوله ويحب عباده المؤمنين، ويبغض الكافرين، يبغض الكفر والنفاق، ويبغض الكافرين والمنافقين. هذا هو أوثق عرى الإيمان. لكن المنافقين بالعكس، يوالون ويحبون الكفار ويبغضون المؤمنين. وإذا جاءت الشدائد والكروبات على المسلمين انحازوا مع عدوهم، مع الكافرين، وصاروا ضد المسلمين، كما حصل منهم في وقعة أحد، وفي غزوة الخندق، وفي آخر غزوة وهي غزوة تبوك. يحصل منهم دائما وأبدا أنهم عند الشدائد يتميزون عن المسلمين وينحازون إلى صف الكفار، كما قال جل وعلا في هذه الآية: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يتولونهم ويكونون في صفهم ويكونون ضد المؤمنين. هذه صفة المنافقين في كل زمان ومكان، وهم الذين بشرهم الله بهذا العذاب الأليم. ثم قال جل وعلا: أيبتغون عندهم العزة، أي هل هؤلاء يطلبون من الكفار العزة والرفعة والنصر؟ فإن العزة لله جميعا. هم من حازوا إلى الكفار إلا لأنهم يظنون أن في ذلك رفعة لهم ومأمنا لهم من الخطر، هذا الذي يقصدونه. ولكن الأمر بالعكس، العزة لله والقوة لله سبحانه وتعالى. فإن العزة لله جميعا، فعلى من تظاهر بالإسلام والإيمان أن يصدق لذلك، فيكون مع المؤمنين في عسرهم ويسرهم، وفي شدتهم ورخائهم، وأن يبتعد عن الكفار وينحاز عنهم دائما وأبدا. هذا شأن المؤمن. أما المنافق فهو بالعكس، ينحاز مع الكفار ويترك المؤمنين، وإنما يكون مع المؤمنين عند الرخاء، أما عند الشدة فإنه ينحاز عنهم. ولهذا أخبر الله عنهم سبحانه وتعالى بقوله: الذين يتربصون بكم، يعني ينتظرون، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذا دأبهم، قبحهم الله. فهم ينحازون إلى الكفار ويوالون الكفار، يبتغون عندهم المنعة والقوة والأمن من الخوف. والأمر بالعكس، لو كانوا مع المؤمنين فإن الله جل وعلا يعز المؤمنين. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالله جل وعلا بهذا يحذر من النفاق، ويحذر من المخادعة لله وللمؤمنين، ويأمر جل وعلا بالثبات على الإيمان والثبات على الشدائد والصبر وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. لأن الله يبتلي الناس، خصوصا الذين يدعون الإيمان، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالشدائد، بالكروبات، ليتميز المؤمن الصادق من الكاذب. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون،
ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالشدائد تمحص الناس وتبين الصادق في إيمانه من الكاذب والمنافق. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.